يا جماعه الاسبوع اللي فات فتحنا ملف مهم جدا وهو عن اللاعبين المحترفين في الخارج، لكن ما بنسمعش عنهم كتير، وهم في الاصل لعيبه، ممكن يكونوا لعيبه من اصول مصريه وكمان ممكن يكون معاهم جنسيه مصريه. عشان كده برضه لسه مكملين معاكم الاسبوع ده اسماء اللاعبين المصريين او اللعيبه اللي هي ممكن بتحمل اهاليهم الجنسيات المصريه وبرضه محترفين في الخارج، ونعرف برضه بشكل اكبر واعمق من وسيم احمد الناقد الرياضي بموقع هاتريك. الاخبار يا وسيم؟ الحمد لله كله تمام. وكمان معانا احمد الاحمدي الناقد الرياضي بموقع هاتريك. الاخبار برضه؟ الحمد لله تمام. احمد احمدي عشان ما تزعلش. احمد احمدي مش انت ما تزعلوش. ازيك يا وسيم؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. عشان خلينا نبدا في الكلام معاك، وتعالى كده نذكر الناس الاول باللعيبه اللي اتكلمنا عليهم الاسبوع اللي فات، ونبتدي بعد كده ندخل في اللعيبه اللي هنتكلم عليهم الاسبوع ده. تمام. يعني احنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات عن اكتر من لاعب، كان اتكلمنا عن يونس فلفل، اتكلمنا عن اسماعيل بلانكو، اتكلمنا عن امير محروس ورامي ياسين الغندور. النهارده هنكمل برضو بعض الاسماء، وعلى فكره اسماء كتير جدا كده، بنحاول ان احنا يعني نختصر على قد ما نقدر ونختار العناصر المميزه. والنهارده كمان ان شاء الله يمكن هنفاجئ الساده المشاهدين بفكره كمان جديده، يمكن مش بس هنتكلم عن اللاعبين المصريين المحترفين، لكن هنتكلم كمان عن اللاعبات المحترفات. يعني كمان هنجيب الكره النسائيه وحاجه دي، يمكن لو في بنات بتتفرج خليهم معانا في الفقره هتعجبهم ان شاء الله. ان شاء الله. طب ما فيش اخبار عن اللعيبه اللي كنا معاهم المره اللي فاتت، اللي هم اللي قلناهم، اللي هو سواء كان ثلاث اسماء ولا اربع اسماء، دول في جديد عنهم؟ يعني ما فيش خبر تحديدا جديد عنهم او حاجه. يعني هم الاربعه اللي كانت عنهم بيلعبوا بشكل مستمر مع فرقهم، يمكن في امير محروس اللي هو كان عنده 16 سنه، ده تم تصعيده للتدريب مع الفريق الاول لنادي جينوا الايطالي، اتمرن معاهم تمرينتين تقريبا في الاسبوع الماضي، ودي كانت حاجه طبعا كويسه جدا انه يتمرن مع الفريق الاول وهو عنده 16 سنه، وزي ما قلت ان هو ليه صله زي قرابه كده بستيفان الشعراوي طبعا. تمام. طب ده كويس جدا. طب احنا النهارده هنتكلم عن مين؟ يعني هنبتدي كلامنا النهارده عن مين؟ يعني ممكن ابدا كده كلام النهارده عن لاعب يعني بيلعب في انجلترا. احنا طبعا عارفين الدوري الانجليزي في عندنا محمد صلاح، في عندنا احمد المحمدي، دول اللي الناس كلها يمكن عارفاهم اللي ظاهرين في الصوره، لكن في لعيب اسمه سام مورسي. حاليا سام مورسي بيلعب في دوري الدرجه الثانيه الانجليزيه. سام مورسي هو من اب مصري وام انجليزيه، والحقيقه ان هو عنده حاليا 22 سنه، من مواليد 92، وبيلعب في مركز الهاف ديفندر في نادي اسمه تشيسترفيلد الانجليزي. تشيسترفيلد هو انتقل ليه الموسم الماضي، يمكن هنشوف له بعض اللقطات زي ما احنا شايفين على الشاشه. انتقل ليه في الموسم الماضي في فتره الانتقالات الصيفيه، وكان سام مورسي الحقيقه واحد من اهم العناصر اللي ساهمت في صعود نادي تشيسترفيلد من دوري الدرجه الثالثه لدوري الدرجه الثانيه. مش بس كده كمان. طب انت ممكن تعرفونا يعني هو اللي معاه الكوره، هو كل اللقطات اللي موجوده معانا هو اللي هو اللي صنع الهدف، يعني هو الهاف، هو الهاف ديفندر، هو اللي معاه الكوره حاليا على الشاشه. سام مورسي الحقيقه تم اختياره لاعب العام بالنسبه لتشيسترفيلد في الموسم الماضي كويس. وده الاختيار ده تم اختياره من قبل جمهور الفريق على طبعا موقع النادي على شبكه الانترنت. طبعا لاعب مميز، والحقيقه انا تواصلت معاه الفتره الاخيره انا طبعا واحمد احمدي، واللاعب اكد رغبته او استعداده في تمثيل منتخب مصر لو تم طبعا استدعائه او التواصل معاه بالظبط. كان في جزئيه كنا بنتكلم فيها انا وسيم قبل البرنامج على طول، ان هو في امكانيه ان هو يقدر يجي المنتخب الاولمبي، يعني سنه يسمح ان هو يجي المنتخب الاولمبي مع الكابتن حسام البدري، وخاصه ان هو يعني عنده فرايت شويه في المراكز بتاعته بالظبط. يعني هو بيلعب حتى يعني بيلعب ارتكاز دفاعي، لكن في بعض الاحيان المدرب في تشيزرفيلد بيلعبه جناح يمين. ويمكن حتى ظهرت في اللقطات اللي احنا كانت على الشاشه دلوقتي ان هو ليه واجبات هجوميه وفي اهداف بيقدر يبقى ليه دور في المباراه. اللعيبه دي كمان ناقصه عندنا شويه، يعني مفيش عندنا لعيبه متميزه بشكل كبير بالنسبه للناشئين او الشباب، بنشوفهم الفتره دي متميزين في المركز ده، وخصوصا هو راجل محترف في انجلترا. بالظبط. هو بيلعب طول عمره، وكان حتى قبل كده في نادي ساوثهامبتون، فنادي ساوثهامبتون من الانديه الكبيره جدا، من الانديه المشهوره جدا، هو خريج اكاديميه ساوثهامبتون، فسبق ليه خبره في كذا نادي كويس برضه. طب وسيم، انتوا همزه الوصل بينكم، يعني انت احمد بيقول لي ان انتوا هيروح يلعب في المنتخب الاولمبي، هل اتكلمتوا حد؟ كلمتوا كابتن حسام بدري؟ عرضتوا عليه سام؟ والله يعني خليني اقول لك، تقريبا كل مدربين فنيين لمنتخبات مصر كلهم الحمد لله على تواصل معاهم، بدءا من كان كابتن ربيع ياسين، دكتور جمال محمد علي منتخب 98، كان كابتن علاء ميهوب طبعا، وكابتن ياسر رمضان قبل ما المنتخب الشباب يخرج من تصفيات افريقيا. كابتن حسام بدري كنت معاه تليفون من يومين اول امبارح بالظبط، وان شاء الله هيبقى في مفاجآت في الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. اللاعب الثاني اللي معانا عثمان علي. عثمان علي مين يا احمد؟ عثمان علي عثمان علي عثمان من اب مصري وام مصريه،
على غير العاده يعني، بيلعب في النمسا من اكتر من 15 سنه، سنه الحالي 27 سنه، بيلعب في نادي فاجنر شتاد. فاجنر شتاد بيلعب في الدوري الممتاز. اهم مركزه ايه يا عثمان؟ صانع العاب، ويمكن هو الفيديو اللي هيبقى موجود قدامنا دلوقتي حالا ده هو اللي جاب الجون، هو اللي جاب الجون ده. جون طبعا واضح ان فيه كميه مهاره عاليه قوي لعثمان. في نفس الوقت في نفس الماتش ده، الماتش ده كان خلص 5-4، كان عثمان ليه الفضل في فوز فريقه ان هو عمل 3 اهداف وجاب الجون ده، وكان الجون ده بالصدفه الجون الحاسم، صعب جدا الجون الخامس. من زاويه كمان مقفوله، صعب جدا. عثمان سبق ليه ان هو لاعب بقاله فتره طويله قوي بيلعب في النمسا ما بين الدرجه الممتازه والدرجه الاولى. سبق قبل كده ليه ان هو لاعب في نادي رابيد فيينا، ونادي رابيد فيينا زي ما كلنا عارفين من الانديه الكبيره جدا في النمسا. وسبق ان هو في سن صغير قبل كده سبق استدعاءه المنتخب الشباب في النمسا ولعب معاهم. يمكن ان هو مش معروف قوي في مصر، لان هو ما سبقش ليه ان هو لعب مع اي منتخب مصري قبل كده، وفي نفس الوقت ما سبقش ان هو تم استدعائه لاي منتخب مصري او لعب لاي نادي مصري. طبعا هو صنع زي ما قلنا الماتش ده خلص 5-4، هو صنع 4 اهداف وجاب الجون الخامس تقريبا، ليه نسبه مشاركه 100% في فوز فريقه. ده هيبقى هو اللي صنع الهدف ده اللي احنا شايفينه. حلو قوي. لو هو لعيب مميز فعلا بعديه على طول هيجي برده على في الفيديو كمان تحفه هنشوفه حالا، برضه هو اللي صنعه، هو الهدف ده هنشوف من نص الملعب يا ولد. هو اللي معاه الكوره، هو اللي معاه الكوره بالظبط، رقم 7. حلو قوي. فواضح ان هو ليه مميزات كتيره قوي. هو عنده كام سنه؟ معلش. 27 سنه. لعيب 27 سنه. ف هو يمكن كمان اللي عطله شويه ان جاله صليبي 3 مرات، فحتى ده يمكن خلاه قعد فتره وبعدين رجع. وزي ما بقول 27 سنه والناس هنا في مصر مش عارفه، ما تعرفوش مع انه يعني مش صغير، يعني مش صغير في اوائل العشرينات وفي النمسا بقاله كتير قوي. وسبق يعني رابط بيننا نادي التوب في طبعا في النمسا، من نادي الانديه المقدمه في النمسا يعني. طيب وسيم، هنتكلم عن عمر تالي. عمر تالي الحقيقه برضو واحد من الاسماء المهمه جدا، ومن ضمن الاسماء اللي كلمت عنها كابتن حسام بدري زي ما قلت مؤخرا يعني. هو عمر تالي بيلعب في الدوري السويسري، من اب مصري وام سويسريه، بيلعب في نادي اسمه لوزيرن السويسري. ويمكن اللي متابعين شويه كره قدم وتحديدا محترفين هيفتكروا كويس النادي ده، لان كان بيلعب فيه محمود كهربا في الموسم الماضي قبل طبعا ما يحصل معاه مشكله وانتقل لجراس هوبرز السنه دي. هو بيلعب الحقيقه في فريق الشباب، ما بيلعبش في الفريق الاول، بيلعب في فريق الشباب ومركزه سترايكر او مهاجم صريح، وهو هداف فريق الشباب. الحقيقه ان تميز عمر تالي وتالقه مع الفريق دفع المدير الفني منتخب الشباب السويسري انه يستدعي طبعا عمر تالي، والحقيقه ان هو بالفعل بيشارك مع منتخب الشباب السويسري في الوقت الحالي. كمان استنادي مع فريقه في الدوري الشباب، هو هداف الفريق ومسجل 5 اهداف، يمكن كان اخرهم الاسبوع الماضي او الاحد الماضي في مباراه انتهت بفوز فريقه 2-1، كان هو مسجل هدف الفوز في هذه المباراه. مع المنتخب برضه مسجل اهداف كتير، ومع المنتخب سجل اكتر من هدف، 3 اهداف مش يعني. لا انا فاكر ان انا شفت قريت عنه برضه كم خبر كده. عمر تالي كان عامل شغل كويس جدا في سويسرا. انما برضه عمر يعني ما فيش تواصل حصل بينه وبين مثلا اتحاد الكوره، بينك وبين مفيش حد يعني. في تواصل شخصي ما بيني وبين عمر من فتره يعني، من 3 شهور تقريبا، كان بتكلم معاه في جزئيه ان هو يقدر يجي المنتخب هنا. فكان قال ان هو بيرحب قوي ان هو يلعب في المنتخب المصري، سواء منتخب شباب او منتخب اولمبي او منتخب اول، وكان عنده استعداد ان هو في اي وقت لو في استدعاء من منتخب مصر في اي وقت ان هو يقدر يجي، خاصه ان هو زي ما قلنا جذوره مصريه يعني. وفي نفس الوقت كان سبق اتعامل مع محمود كهربا زي ما وسيم كان بيذكر من شويه، فيعني عنده خلفيه عن الكره المصريه يعني. مفاجاه انه بيحب الاهلي لما كلمت بالظبط، هو كان بيحب الاهلي، وعماد متعب كان مثل اعلى ليه في الكره المصريه يعني. بس وسيم بيقول لي ان هو لعب خلاص لمنتخب، هو لعب لمنتخب تحت 17 وتحت 19، فعادي ان هو يجي منتخب اولمبي او فيرست تي يعني، المنتخب الاول المنتخب الكبير، منتخب اول او منتخب اولمبي. لا هو وحتى لو ما يجيش ما يجي مصر منتخب شباب، ولا يجي مصر فيرست تيم اللي هو الدرجه الاولى، ينفع ده او ده اولمبي، ينفع ده او ده عادي، حتى لو شارك هناك في شباب ومنتخب اول. بس وانس انه لعب لمنتخب اول سويسرا، ما يجيش هنا خلاص مصر، خلاص سواء شباب او غير شباب يعني. هي مشكله في منتخب اول هنا او هنا في مصر، ما يروحش سويسرا سواء شباب او غير شباب يعني. طيب لعيب مميز جدا طبعا، ونتمنى ان طبعا احنا نستغل موهبه بالشكل ده في سويسرا. عندنا اسماء الحمد لله يعني مبشره بالخير، اخرهم طبعا صلاح في تشيلسي. طيب نروح بقى لموضوع تاني يعني، معانا برده من ضمن اللاعبين المحترفين، لكن اللاعبات المحترفات بقى يعني. احنا عندنا هنا في مصر كره القدم النسائيه بنسمع عنها مش كتير برضو، لكن خلينا الاول نتكلم عن اللاعبات المحترفات، ونبدا الاول معاك بسلمى طارق، بعد كده نتكلم عن الموضوع بشكل اعمق يا وسيم.
تمام. يعني هو ممكن سلمى احمدي خلي احمدي اي كام سلمى طارق دلوقتي 27 سنه هي بتلعب في الدوري الامريكي. طبعا الدوري الامريكي زي ما احنا عارفين في كره القدم النسائيه يعتبر ابرز واقوى دوري على مستوى العالم في كره القدم النسائيه. يمكن قدامنا في الشاشه دلوقتي يعني لقطات لسلمى. هي بتلعب في مركز الهجوم, بتلعب في نادي نيويورك دلوقتي, نيويورك دي سي في امريكا. سبق ان هي جت قبل كده برضو عشان نبقى في الصوره للساده المشاهدين, سبق ان هي جت منتخب مصر عن طريق استاذ سحر الهواري منتخب اتحاد الكوره. لعبت مع منتخب مصر في سنه 2012 وسنه 2013. هي من اب مصري وام مصريه وبتلعب في امريكا وفي الدوري الامريكي من اكتر من 10 سنين يعني. ومن الاسماء اللي ليها اسم هناك في كره القدم الامريكيه في دوري الجامعات ودلوقتي في دوري القسم الثاني في الدوري الامريكي الممتاز. لا عامل شغل كويس كمان ولعيبه, هي عندها مهاره كويسه, عندها مهاره من اللعيبه المهاريه. ويمكن على فكره على هذا نفس الموضوع برضو, مش هي اللعيبه المصريه الوحيده اللي بتلعب في الدوري الامريكي لكره القدم سيدات. في ثلاث لعيبات تانيين ممكن نبقى في فرصه تانيه ان شاء الله نتكلم عليهم في وقت قريب, بيلعبوا في دوري الجامعات الامريكي. منهم يعني لعيبه كان والدها لاعب في النادي الاهلي في الثمانينات. والله ما شاء الله. لا حتى يعني وانت بتتفرج عليها مش حاسس ان يعني لا الماتش عامه, لا الماتش عامه يعني لما تتفرج عليه تحس ان هو مش كره فعلا نسائيه, تحس ان هو ماتش عادي فعلا. هو طبيعي لان الدوري الامريكي زي ما احنا بنتكلم هو اقوى دوري تقريبا, اقوى الدوريات النسائيه على مستوى العالم في كره القدم النسائيه يعني. ومستوى طبعا مختلف تماما عن مستوى الكره النسائيه عندنا في مصر طبعا, وبالتالي لازم لا ده موضوع تاني هنتكلم فيه دلوقتي لكن نخلص اللعيبه اللي موجودين معانا. ده هي نفس اللعيبه برده ولا ده لعيب تاني؟ هي نفس اللعيبه, هي نفس هي سلمى طارق برده عندها 27 سنه بالظبط. صح بالظبط. طب هو المنتخب اصلا موجود الكره النسائيه؟ موجود في منتخب بس موجود ومستواه مش يعني موجود دلوقتي, ليه معسكراته وليه تصفيات وليه ماتشات المفروض. بس يعني هي كانت شاركت زي ما بقول مع منتخب مصر في تصفيات كاس افريقيا. ما انا فاكر ان هو كان موجود 2012. بس لا دلوقتي بقى دلوقتي الفتره الحاليه في منتخب الكره النسائيه نشاط, في منتخب كره نسائيه لكن ما يعني ملوش نشاط متوقف يعني مش متوقف يعني متجمدين شويه في الوقت الحالي مش زي الاول. طيب كمان في معانا لعيبه ثانيه, نور غنيم. يعني الحقيقه نور غنيم دي برده واحده من اهم اللاعبات المحترفات. يعني الحقيقه يعني من اب وام مصريين. وهي يمكن من مواليد عام 93 وبتلعب في نادي اسمه يورك لاينز في كندا. الحقيقه الغريب شويه ان نور يمكن لما بدات لعب او ممارسه الرياضه ما بداتش بكره القدم, هي بدات بممارسه الفولي بول وكره السله وبعد كده ابتدت تلعب كره القدم من سن 11 سنه. وهي على فكره سافرت وهي عندها 5 سنين من مصر لكندا وطبعا عايشه هناك ومعاها الجنسيه الكنديه بجانب الجنسيه المصريه. البوزيشن بتاعها في الملعب مهاجم صريح. وعلى فكره هي يعني مش راس فرق كويس جدا. لا مش هي كل الاهداف اللي احنا بنشوفها في الوقت الحالي هي اللي معاها الكره كلها النور. يعني هي هدفت المنتخب هناك منتخب الكندي, وكانت سبق ان هي خدت بطوله الكونكا كاف مع منتخب كندا تحت 17 سنه وشاركت مع منتخب كندا في كاس العالم للشبات. فبرضه يعني تعتبر افضل لاعبه على مستوى كره القدم النسائيه في كندا. بس انا حسيت بالفرق هنا بين الدوري فعلا الدوري ده والدوري الامريكي. الدوري الامريكي حسيت ان احنا مش 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 كره نسائيه هنا, حسيت يعني خلاص حسيت ان هي كره نسائيه. تمام. هو طبعا الدوري الامريكي طبعا هو الاقوى في العالم, عارفين طبعا مستوى الكره النسائيه طبعا. وده شيء برضه غريب شويه. يعني احنا عارفين ان كره القدم في امريكا عموما مش اللعبه الشعبيه مش الاولى, لكن في الكره النسائيه سبحان الله هي رقم واحد على مستوى العالم. وده هي, وحتى هنا الملعب على فكره مش ملعب تقسيم كره القدم. بالظبط. يعني اما ده ملعب رجبي اصلا. رجبي بالظبط. في خبر عنها ان هي الموسم ده انتقلت لفريق فلوريدا في الدوري الامريكي. فدي هتبقى فرصه افضل ليها للاحتكاك زي ما احنا بنتكلم دلوقتي في الوقت الحالي عن ان الدوري الامريكي لكره القدم النسائيه مميز جدا. فهي انتقلت فعلا اوريدي من الدوري الكندي للدوري الامريكي لفريق فلوريدا اف سي. فهتبقى فرصه ليها ان هي تظهر, خاصه ان لسه سنها صغير. لكن المشكله دلوقتي ان هي لازم تيجي فيرست تيم مع منتخب مصر الكره النسائيه الاول. يعني مش هتقدر تشارك مع منتخب الشباب او لو في منتخب اولمبي للكره النسائيه. نعومي بكر. نعومي بكر ممكن تكون الناس سمعت عنها قبل كده في 2007 2006 لسبب ارتباطها بالانتقال لنادي برشلونه. كانت برشلونه كانت في 2006 2007 كان كشافه نادي برشلونه للكره النسائيه. سبق ان هو بالظبط دي صوره, بس صور حديثه ليها دلوقتي مش صور قديمه شويه. بس صغيره هي
نعومي بكر مواليد 93، فهي دلوقتي برضو 21 سنة تقريبا. ففي 2006-2007 كان كشفت نادي برشلونة لكرة القدم للسيدات، شافوها هنا في مصر، اتعرفوا عليها وتابعوها ولفتت أنظارهم، فاتعاقدوا معاها في 2007 واستمرت معاهم لغاية سنة 2012 لمدة 5 سنوات. وكانت سافرت خلال الفترة دي تلعب في أكاديمية نادي برشلونة في كاتالونيا في أسبانيا. وفيما بعد توقفت يعني سنة عن الكورة، وعودة تاني دلوقتي في الوقت الحالي. يمكن الصور اللي احنا لسه مشاهدينها على الشاشه دي في نادي فلوريدا، اللي لسه متعاقد معاها من سنه بالظبط، وهي بدات تتابع يعني ترجع تلعب كره قدم تاني مع نادي فلوريدا. وسبق ان هي برضو على سبيل الذكر زي نور طارق، ان سلمى طارق، ان هي انضمت قبل كده لمنتخب مصر للسيدات. بنتمنى لهم طبعا كلهم التوفيق، وان شاء الله لسه مكملين يعني، اكيد حوارنا مش هيقف عند كده، اكيد مكملين لسه ان شاء الله الاسبوع الجاي بقيه اللعيبه المحترفين خارج مصر. وسيم احمد واحمد احمدي، نورتونا جدا. شكرا جزيلا. شكرا جدا ليكم يا جماعه، خليكم معانا لسه مكملين معاكم فقراتنا، والفقره اللي جايه هتكون مع ابطال منتخب مصر في العاب القوه، لكن بعد الفاصل يلا بينا.